وامرأة مؤمنة من عامة النساء أيضا إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. المرأة التي قد تهب نفسها للنبي فهي فكرة قد تحصل وقد لا تحصل، لأنها تتعلق بالمرأة، هل تختار لنفسها أن تدخل ضمن نطاق المحللات للنبي أو لا؟ فإن حصلت فهي حالة قد يتعامل معها النبي، وإن لم تحصل وهذا ما قد يكون في الواقع فنستطيع أن نعلم بأن خيارات النبي مضيقة جدا، ليس له خيارات كثيرة كما هو مباح لبقية المؤمنين. لاحظ أيضا أن المرأة إذا وهبت نفسها للنبي فعملية الوهب فقط تدل على أنها دخلت ضمن نطاق المحللات للنبي، وهي بذلك تخرج من المحرمات عليه. فلو طابت للنبي كزوجة فقد يتزوجها، ولو لم تطب له فهي كأي امرأة أخرى بالنسبة لأي رجل مؤمن، قد يتزوجها أو لا يتزوجها. هذه امرأة قررت بنفسها أن تجعل من نفسها هبة للنبي، والهبة هي قريبة من حالة الأمة، أي أنها ستسمع للنبي وتطيعه مطلقا مثل الإمام. المرأة الحرة التي تريد أن تجعل من نفسها زوجة للنبي يجب أن تجعل نفسها في هذا الشكل، سامعة مطيعة بصورة مطلقة للنبي، لكي تكون مؤهلة أن تكون زوجة للنبي، ويبقى على النبي أن يختار الزواج من هؤلاء. فإذا علمنا أن الأصل في عامة النساء الحلية ثم حرمهن الله على النبي، كل النساء التي كن محللات لك هن محرمات عليك، إلا أن تأتي المرأة من هذه النساء لتدخل ضمن نطاق المحللات عليك بالطريقة المذكورة أعلى. أما قول الله سبحانه وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين، فهو بهذا يحرم على أي امرأة أن تفعل، أن تهب نفسها لأي رجل، فجعل هذه العملية عملية الهبة فقط خاصة للنبي. امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. السؤال يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام أحل له، اسمع بس، أحل له امرأة مؤمنة إن وهبت. طب وغير النبي عليه الصلاة والسلام، هل يشترط له أن يتزوج مؤمنة فقط؟ ها اسمع كده قول العلماء في امرأة مؤمنة. نقرأ عليك الأول. النبي عليه الصلاة والسلام خص في هذه الآية بأمرين، أمر ضيق عليه فيه وأمر خص به من دون المؤمنين، لكن كان التضييق أظهر. ليه؟ في الأصل يا إخوة، أي امرأة مؤمنة يحل لأي مسلم أن يتقدم للخطبة منها أم لا؟ ها؟ أي امرأة مؤمنة يحل لكل مسلم أن يتقدم للخطبة منها أم لا؟ جميل، يحل له. يبقى الآية هنا ما أباحتش للنبي نوع من النساء حرمته على غيره، يعني ما قالتش للنبي عليه الصلاة والسلام أنت تتزوج المؤمنات لكن غيرك ما يتجوزهمش. إنما في الأصل أي امرأة مؤمنة يحل لأي مسلم أن يتزوج، أن يتقدم لخطبتها، ويحل لأبيها إن رأى في هذا الرجل كفاءة إنه يقول له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ينفع اللي أنا بقوله ولا ما ينفعش يا مسلمين؟ ينفع اللي أنا بقوله ولا ما ينفعش؟ جميل جدا. الفرق بقى هنا بين إن المرأة المؤمنة دي لغير النبي أو للنبي إيه؟
ان النبي عليه الصلاه والسلام يصح له ان يتزوجها او يصح له ان يتزوجها بالهبه. ايه الفرق بين الاثنين؟ الهبه هو ان تسقط المراه عن نفسها المهر. يعني المراه دي من شروط صحه زواجها ان اللي راح يتجوز يدفع مهر. والمهر على فكره ينبغي ان يكون هذا المهر مما له قيمه في هذا الزمان. يعني ما ينفعش واحد يقول لك انا هديها مهر علبه كبريت مثلا. يعني المهر فيما يكون له. يعني لو جاب لها مهر هدية مثلا ب50-60 جنيه يصح ذلك، لأن الهدية دي لها قيمة في هذا الزمان. مش معنى كلام انه لازم يروح يدفع لها 10,000 جنيه. يعني واضح يا اخوة؟ واضح اللي انا بقوله؟ واضح؟ جميل. لكن في حق النبي عليه الصلاة والسلام اختص بهذا الامر. المرأة الواهبة نفسها مش واحدة هتروح تقول للنبي انا هو جمعني يعني كما يفهم النصارى، لا، إنما الواهبة نفسها هي التي يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام دون مهر. بس دي خصيصا للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، ما أباحتلوش نوع من النساء ضيق على غيره فيه. واضح يا إخوة؟ يعني مش نوع النساء المؤمنات للنبي بس أمنته، لأ، النساء المؤمنات للنبي وليتهم. بس الفرق إن النبي خص بأنه يجوز له أن يتزوج منهن دون مهر، وهو ده معنى زواج الهبة. تقول لي طب وإيه الدليل على إنه زواج؟ كمل يا عم اللي بعدها يا عم، كمل اللي بعدها يا عم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يستنكحها، يتزوجها، هي وهبت نفسها والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتزوجها أم لم يرد؟ إن أراد أن يتزوجها عليه الصلاة والسلام تزوجها، وإن لم يرد لا. يبقى هو زواج في الأصل، لكن كل الفرق بينه وبين أو كل ما خص به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الزواج أنه لا يدفع المهر لمن وهبت نفسها له. في الآخر ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه بقى؟ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. ما فرضنا على مين يا إخوة؟ قد علمنا ما فرضنا عليهم. ما فرضنا على مين؟ في أزواجهم. ما فرضنا على مين؟ على المؤمنين. لكي لا يكون عليك حرج. هم الحصر في أربعة، لكن الأربعة دول هم يقدروا، الأربعة دول يكونوا أي حد من بنات عمته، أي حد من بنات خالاته، أي حد. الأمر موسع، كل اللي ليك ليهم، ما ملكت يمينك كل اللي ليك ليهم. الفرق إيه في هذا المقام؟ أن المرأة إن وهبت نفسها لكي لا يكون عليك إيه؟ حرج. الأمر فيهوش حرج بالنسبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا حرج على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، وكان الله في هذا الأمر وكان الله غفورا رحيما. فهذه هي الآية كما فسرها علماء المسلمين. ابن كثير رحمه الله ذكر أقوال العلماء في المسألة، فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل له المرأة الكافرة إنما لا يتزوج إلا مؤمنة، في حين أحل الشرع لغير النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج من كافرة. يبقى الآية ضيقت ولا وسعت؟ ها، يبقى الآية ضيقت في موضعين أهو، الآية ضيقت ولا وسعت؟ الموضع الأولاني إن حددت له بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، يبقى ضيقت عليه ولا وسعت؟ ضيقت على النبي عليه الصلاة والسلام، فحددته في أصناف من النساء، حددته في أصناف من النساء، في حين وسع على باقي المؤمنين أن يتزوجوا غير هذه من هذه الأصناف وغيرها. فالآية ضيقت على النبي عليه الصلاة والسلام مش وسعت. ضيقت في موضعين، الأولاني إن اشترطت امرأة مؤمنة في حين أبيح لغير المسلم أن يتزوج من الكتابية. ماشي؟ والآية اشترطت بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه، اللاتي هاجرن معه، في حين أباحت للمسلمين أن يتزوج من بنت عمه وبنت خاله وبنت خالته سواء هاجرت معه ما هاجرتش، سواء كانت مسلمة أو كتابية، سواء كانت مسلمة أو كتابية. إنما مع النبي لازم اللي هاجروا معاه. لكن لو ابنك que
قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. هذه الآية حكم شرعي، حكم شرعي، فالقرآن الكريم كتاب شريعة وأحكام. إذا ذهبت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يتزوجها، جاز له صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها بغير صداق، بغير صداق. ماذا نستفيد نحن من هذه الآية؟ قال ابن حجر رحمه الله: يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح. إذا وجدت امرأة رجلا صالحا وتوسمت فيه الخير، جاز لها أن تطلب منه أن يتزوجها، لكن بصداق، حفظا لحقها، لئلا يظلمها أو لئلا تتعرض منه لجور وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بصداق وبغير صداق، لأن الظلم في حقه صلى الله عليه وسلم ممتنع. من يعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة بغير صداق؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة واحدة بغير صداق.